السلام عليكم احبابنا المشاهدين، معاكم اخوكم صلاح سعيد من قناة جاردن اند هوم. ان شاء الله النهاردة هنكون معاكم في طريقة تطعيم شجرة المانجا بطريقة القلم في فرع كبير زي كده. ان شاء الله احنا هنحط الإقلام في بين اللحاق وبين الخشب، ده اللحاق وده الخشب، فان شاء الله احنا هنحاوله ان شاء الله باذن الله ربنا ييسر لنا الحال النهارده ونحطه القلم، وان شاء الله تبقى العمليه كويسه باذن الله على خير. هنيجي هنا كده ونحاولوا نعمله ايه بين اللحاق والخشب بالراحه المكان اللي احنا هنحط فيه القلم ان شاء الله. وفي مكان تاني واحدة واحدة كده هنجيب الإقلام ونبتدي نبري فيها. زي ما حضراتكم شايفين كده وندخل الإقلام بالراحة واحدة واحدة. واجيب قلم تاني وبرضو ادخله في الفتح اللي انا فتحته. اجيب قلم ثالث والقلم الرابع وبكده ان شاء الله. يعني دي كده خلصنا، حطينا الإقلام المفروض ان احنا نربط عليها كويس. يعني ربطة جيدة علشان ما يدخلش اي هواء او رطوبة ما بين القلم وما بين الفرع نفسه. يعني زي ما حضراتكم شايفين
زي ما انتوا شايفين كده، احاول ان انا اشد علشان اثبت القلم مع الفرع، واتاكد ان مش هيكون في اي حركه يعني عاديه. وبعد كده اجيب المشمع بتاعي او البلاستيك بتاعي ده علشان التهوية ما يبقاش اي تهوية موجودة. زي ما حضراتكم شايفين وباجي بعد كده اجيب كيسة علشان اقفل بيها من فوق علشان برضو الرطوبة احافظ على درجة الحرارة ونسبة الرطوبة في قلب الطعمة اللي احنا عاملينها. زي ما حضراتكم شايفين وبرضو على قد ما اقدر ان انا اجمد عليها عفوا زي ما حضراتكم شايفين. وان شاء الله في خلال شهرين من النهاردة بإذن الله يعني هتبتدي الطعمات الإلام دي تزرع، وإن شاء الله نيجي ونفتحه عليها مع بعض ونشوفوها مع بعض بإذن الله. ما تنسناش من اللايكات ومن الاشتراك وتفعيل زر الجرس. أخوكم صلاح سعيد، قناة جاردن أند هوم. السلام عليكم ورحمة الله.